عايز اسالك كمان عن رايك في المنافسه في الدوري الانجليزي هذا الموسم، منافسه كبيره جدا، ارسنال، ليفربول، مانشستر سيتي، استون فيلا، كثير من الفرق تنافس على اللقب هذا الموسم، رايك ايه في هذه المنافسه وتوقعاتك لمن يحسم هذا اللقب؟ أعتقد أن مانشستر سيتي هو فريق قوي جدا. في النصف الثاني من البطولة هو بدأ جيدا، بدأ جاهزا، لديه هالاند عاد من الإصابة، لديه دي بروين، نادي يتحلى بالشخصية والجودة العالية، ولديه أيضا مدير فني رائع. وبالنسبة لليفربول يبدو جيدا على هذا الموسم، ربما غياب محمد صلاح ربما سيؤثر على قوة ليفربول. نعم هي خسارة كبيرة، ولكن بالنسبة لي أن المنافسة ستنحسر بين ليفربول ومانشستر سيتي. ربما بعض الأندية مثل أرسنال، أستون فيلا كما ذكرت، أو توتنهام، ربما مانشستر يونايتد سيعود للمنافسة على الأربعة الكبار، ولكن بالنسبة لي ليفربول ومانشستر سيتي هما اللذان سيحسمان اللقب. في صراع خاص هذا الموسم بين محمد صلاح وهالاند على لقب الهداف. المنافسة مع هالاند دايما هي منافسة صعبة جدا على لقب الهداف. هل تتوقع أن محمد صلاح ممكن يحسمها في النهاية، ولا هتقول لهالاند في النهاية؟ من الصعب أن نقول ذلك لأن كلا اللاعبين، فمحمد صلاح لاعب مميز خصوصا أمام المرمى، يحرز العديد من الأهداف، ليس مهاجم صريح كهالاند، ولكن خلال الست سنوات الماضية نافس بقوة على لقب الهداف، فبالتالي منافسة صعبة مع هالاند. نعم يحرز الأهداف بشكل سهل، يحرز العديد من الأشكال من الأهداف. المنافسة بين هالاند وصلاح ستكون صعبة على أوجهها في هذه السنة. أسألك بشكل عام بقى عن بطولة كل شوية تروح وتيجي، هل هتنفذ هتقام ولا لا، وهي بطولة السوبر ليج. هل أنت مع فكرة إقامة بطولة السوبر ليج، البطولة اللي بيتبناها طبعا فلورنتينو بيريز، ولا أنت مش معاها؟ أعتقد أن في النهاية هذا الأمر سيكون متواجدا في المستقبل وستقام البطولة. البريمير ليج الآن هو أكبر منافسة على مستوى الأندية، الدوري الإسباني، البوندسليغا، الدوري الفرنسي، كل هذه منافسات كبيرة في أوروبا، وربما البريمير ليج هو الأقوى، ولكن ويحظى بالمنافسة الأعلى على مستوى أوروبا، ولكن كل هذه البلاد ستتحد وستطلب بالمساواة بين الأندية والعدالة بين الأندية. أعتقد أن يجب أن يكون هناك الكثير من المفاوضات والاتصالات بين الأندية خلال 10 أو 15 سنة القادمة لإرساء هذا المبدأ ومبدأ العدالة بين الأندية قبل إقامة السوبر ليج. السؤال الأخير ليك، خلال أيام قليلة تنطلق بطولة كأس الأمم الأفريقية، لو متابع جيد لكرة القدم الأفريقية، في رأيك من المرشحين للفوز بهذه البطولة؟ أتمنى بالحديث معكم، أتمنى مصر أن تفوز بها، ولكن ربما بعض الدول الأخرى تكون قوية كالمغرب والجزائر، لديهم أيضا تاريخ قوي في الكرة الإفريقية. أعتقد أن دول شمال أفريقيا لديها الحظوظ الأكبر، ربما إن لم تكن مصر ستكون المغرب هي المؤهلة. أنا بشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت سعيد بها جدا.